ضيفي السيد وضاح الطاهر المحلل المالي. يعني أحجام تداول ضعيفة ولم تتحرك كثيرا، وحتى التداولات على بعض الأسهم شفنا في أبو ظبي متراجع أسهم قطاع الإسمنت يعني بشكل واضح أو الصناعة، ما في وراها أخبار رأيك؟ أنا أعتقد اليوم الوضع مختلف تماما، يعني خلصنا من عملية جني الأرباح. هنا يجب أن دائما نحلل شكل المؤثر، نوع المؤثر على السوق، وهنا المؤثر أعتقد موسمي. فترة العيد بعد إعلان الإجازة الأسواق المالية ستكون في إجازة يوم الأحد والاثنين والثلاثاء، إجازة تعتبر طويلة، متغيرات أوروبية ربما تكون قوية، بالتالي الحرص يؤدي إلى الانسحاب من السوق، وهذا ما حصل. قسم فضل عدم التداول اللي عنده مستويات معينة، تجدين أحجام تداول ضعيفة للغاية، يعني 27 مليون في دبي. في دبي هذا يعني تعتبر من المستويات المتدنية للغاية، يعني مستوى. طيب سيد وضح، عندما نتحدث نعم يعني هاي مش جديدة في جلسة اليوم، صار لها فترة أسواق الإمارات تمر بهذا الموضوع. شركات الوساطة التي تعول على التداول اليومي والأحجام القوية والقيم القوية حتى تأخذ في الحصيلة عمولة يعني إيجابية، لو أخذنا بالمقياس الشهري لديها حصيلة تقريبا أنا 64 شركة وساطة. نعم. لو بده يتوزع الريع اللي حسب ما عرفت 45 مليون درهم بالشهر، أي يعني الإحصائية اللي صدرت من سوق دبي التداولات يعني بيعا وشراء ضعف، تعتبر بيع معاملة وشراء بيع وشراء معاملة، بالتالي على هالأساس تحسب أحجام تداول تقريبا 3 مليار و63 مليون في شهر أكتوبر حسب إحصائية سوق دبي المالي. 64 شركة وساطة، إذا ضربتي التداولات في 15 بالألف تقريبا يطلع إجمالي 45 مليون. مش يعني شو اللي ممكن يخلي الشركات تبقى في السوق، شركات الوساطة يعني شركات ربحية غير يعني يمكن ثلاثة رابحة وربح بسيط. يعني إذا 45 مليون وزعتيها على 64 الأفرز 718، متطلبات الشركات الوساطة حسب القوانين عالية جدا، التكاليف الثابتة عالية، من الصعب في هذا المستوى أن في حد يغطي تكاليفه. طب يعني الحل أنه تتقلص شركات الوساطة؟ هذا تحصيل حاصل، يعني تحصيل حاصل، يعني أنا أتوقع منا إلى ربما 4 أو 5 شهور أقل شيء 20 شركة أخرى تخرج من السوق، إلا إذا تغيرت الأوضاع يعني وصارت السوق فيها شهيل التداول أكبر. طيب برجع لموضوع قطاع العقارات ومنسمع جديد، مثل إعمار لسه في عنده تسليم مشاريع ولسه في عنده رؤية مستقبلية، يعني في برنامج على الأقل واضح. صحيح. الدار اتخارجت من أصول، ويمكن اللي ساعدها أنه حكومة أبو ظبي اشترت أعطتها نقد تصرفت فيه غطت خسائر وغيره، وفي اقتطاعات وظيفية من حقها، يعني حتى أكبر البنوك في أمريكا بنك أوف أمريكا كان عنده اقتطاعات قوية جدا. طب لمتى ممكن نسمع عن إعادة هيكلة أو برمجة للأمور في قطاع العقارات ونمو، يعني شو هي المصاريف اللي يعني اللي شوية يعني بتثقل كاهل شركات العقارات؟ المشكلة الأساسية يعني من بدت واضحة من 2009 و2010 يعني بشكل واضح، هي لم نجد استيعاب كامل لما حصل من 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 خلل كبير بين العرض والطلب، وكان على الشركات حتى تحفز مبيعاتها أن تلجأ إلى سياسات واستراتيجيات مبتكرة حتى تحفز عمليات البيع. عمليات البيع انخفضت، إذا كان القطاع العقاري هو القطاع الذي يولد الإيرادات، يعني ليس مثل العمار، الدار ليس لها التنويع مثل العمار على سبيل المثال، بالتالي كل أداء الشركة يتأثر. نقطة ثانية، اتضح أنه تكلفة الإيراد عالية للغاية في بعض الشركات، كانت تصل أكثر من 80%. 80% معناها مجمل الربح تقريبا يعني 20% لا يستطيع تغطية المصاريف، بالتالي كان لابد من الذهاب إلى مسألة يعني تقليص التكاليف، وهذه مصاريف إدارية وتسويقية كان يفترض البدء منها من وقت أبكر من هذا الوقت. ربما دار عليها أن تنهي خدمات حسب بعض التقارير 24% من الستاف، تقريبا 105 موظف ربما، وهذا يساعدها على العودة مرة ثانية تدريجيا إلى السوق. طب ما الذي ينقص السوق بالنسبة للمعلومات حول أداء الشركات؟ يعني مثلا في قطاع الصناعة في سوق أبوظبي عندنا شركات قوية مثل على سبيل المثال سيراميك رأس الخيمة، شركات الإسمنت المدرجة لديها إدراج أيضا في أسواق أخرى، هاي شركات أساسية قوية، يعني بالعكس هذا أكثر قطاع له طلب لأنه فيه هلأ طلب زيادة حتى وتصدير للأسواق الخارجية، نعلم ما يحدث في السعودية وقطر وغيرها. ليش ما في اتجاه المحافظة تعيد التدوير على أسهم من هذا المحافظ؟ يعني من الراجع تحليل الأداء، تحليل التداولات،
تجدين سلوك المؤسسي لا يختلف ولا من حيث الإرباك عن السلوك الفردي. عدوى صارت هناك وبما في ذلك المؤسسات الأجنبية التي دائما كانت تقود السوق مع الأسف باتجاهات معينة، اليوم تداولاتها تقترب من الصفر. المشكلة الأساسية أنا أعتقد مشكلة تفصح على المدى المتوسط والطويل، يجب أن يكون هناك ثقافة الإفصاح لدى مجالس الإدارة، أن تكون عقلية الحوكمة موجودة، وأن نخلص من مسألة الاختيارية في متى تنشر البيانات. بيانات تنشر انتهى الربع عندك أسبوعين. أكبر الشركات اللي رؤوس أموالها بمئات المليارات الآن أسبوعين تطلع النتائج، 3 أسابيع مو 45 يوم اختياري. لا يجوز هذا، لا يجوز هذا الشيء. قطاع البنوك هل نتامل منه انه على الاقل يعني مع تراجع المخصصات، او قيل انه بتقدر البنوك هي اللي يبدو ان هي اختارت انها تبقى نفس حجم المخصصات او النسبه لحتى تتقي؟ اعتقد يعني لكون امامنا ربع رابع، ربع رابع كما تعلمين في المصارف خصوصيه يعني. اضافه الى ذلك الشيء المفاجئ هي انخفاض مفاجئ في حجم الودائع وارتفاع مفاجئ في حجم القروض، أدى في سبتمبر حسب إحصائية البنك المركزي إلى إعادة الفجوة مرة ثانية في القطاع المصرفي، تقريبا 7 مليار، مع أنه نسب الفائدة على القروض مش يعني مغرية، ولكن يبدو أنهم التفتوا هالمرة للتجزئة. الانخفاض يعني اللي حصل تقريبا 6% في ودائع في القطاع المصرفي، وأنا شخصيا لا أملك تفسير كيف انخفضت الودائع بهذه القوة. يمكن المصرف المركزي أكيد أقدر على إيجاد تفسير واضح لهذا الانخفاض، مما أدى إلى خلق الفجوة بسبعة مليار درهم تقريبا بين القروض والودائع، بينما هذه الفجوة جسرت في أكتوبر 2010، غلقت تماما وأعيد فتحها تقريبا في سبتمبر 2011. طب لو حصل في أجازة العيد وسمعنا أخبار لا سمح الله سلبية من المنطقة الأوروبية، وأنت يعني في صدد إعداد دراسة حول الارتباط فيها، ماذا تتوقع أن تعود عليه الأسواق الإماراتية بعد الأجازة؟ هل نتوقع الأسواق ربما؟ طبعا من الممكن، يعني أنا أشوفها أنه الآن مأخوذة تماما بالاتجاه الأوروبي وليس الأمريكي، كانطباع وليس كتحليل علمي يعني. مباشر نعم. وربما أيضا تنزلق، ولكن أعتقد أنه التحرك الآن الأوروبي أكثر نضجا بسبب الإدراك السياسي الذي كان دائما هو العائق في اتخاذ قرارات اقتصادية مهمة. الآن يبدو لي أنه العجلة أسرع، ربما محافظ البنك الأوروبي الجديد الإيطالي ماريو ربما يكون له دور محوري في تعجيل هذا الجانب، ولكن لو لا سمح الله حدث أي شيء سلبي بالتأكيد أسواقنا سينالها شيء من التأثير السلبي. وسمعنا أنه في استفتاء في اليونان، ربما هذا سيزعزع الثقة من جديد على الرغم أنه ما صدقنا ورجعت شوي الأسواق صحيح انتعشت. أشكرك جزيل الشكر لك وضحتها، وأنت المحلل. شكرا للاستضافة.